هنبتدي إن شاء الله ناخد الأجزاء الخاصة بالإنترفيس أو السيكولوجي، صفحة رئيسية أو الهوم بيج جزء جزء، ونركز على أهم الأجزاء، وحوريكم مثال عملي تم عمله بالفعل قبل ما احنا ننطلق إن شاء الله نبتدي نعمل بنفسنا كورس أو محتوى تعليمي على النظام. زي ما قلت لكم طبعا الهوم دي الصفحة الرئيسية اللي موجودة قصاد حضراتكم، ودي بيجي عليها كل العناصر الجديدة اللي ممكن ترد لي على الأكاونت بتاعك أو على الحساب بتاعك في نظام إدارة التعلم. يعني بيقول لك إذا كان في بوست أو في بوستات جات لك زي كده مثلا على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا، بيقول لك طبعا لو في حاجة معمول لها أبديت أو حاجة جديدة موجودة، لو في أساينمنت أو في نشاط بتوقيت محدد، لو في إيفنت معين إحنا مقرفينه مثلا تفكير بنشاط او تفكير بكويز او تفكير باي شيء. طبعا اهم حاجه عندنا الجزء الخاص بالجزء اللي هو الكورسز. الكورسز طبعا بالنسبه لي انا اللي هي الجزء الخاص بالمقررات. والحقيقه هو هنا بالفعل انا كنت عامله مجموعه من المقررات، كل جزء من حضراتكم شايفينه يعتبر مقرر، يعني الاي ليرنينج ده كان مقرر عن الاي ليرنينج، الانستراكشن تكنولوجي كان مقارنة عن الانستراكشن تكنولوجي، الاوبن لاين كورسز كان كورس عن الاوبن لاين كورسز، والدي في بروجكت كان برضه كورس عن البرامج التلفزيونيه. طبعا انا هوريكم مثال على احد الكورسات اللي انا كنت بقدمها عشان اوريكم ازاي كان في تفاعل وفي اتصال ما بيني وبين الطلاب الموجودين على هذا الكورس. طبعا انا هنا فتحت الجزء الخاص بالكورس، طبعا دي بيطلب مني ان انا اعمل ابديتنج للكورس عشان يبقى فيه سهوله باستخدامه، عشان ما ياخدش وقت كبير في تحميل الكونتنت وتنظيمه والكلام ده كله. طبعا هو هنا بيديني قسط الكورس زي ما احنا شايفين، وبيديني جزئيتين مهمين جدا، حاجه اسمها اد ماتيريال واوبشن. زي ما احنا شايفين اد ماتيريال، لو انا فتحت اد ماتيريال هلاقي فيها عناصر كتيره جدا، دي معناها المواد المختلفة اللي أنا ممكن أضيفها في الكورس بتاعي، اللي هي زي ما قلنا مكونات الكورس بتاعي. أنا ممكن أعمل فولدر وأخزن فيه ملفات الكورس بتاعي، ممكن أعمل أدنج الأساينمنت أو أساينمنت هنا بمعنى ممكن أحط نشاط على درس معين، ممكن أعمل تيست أو كويز، ممكن أضيف فايل، وممكن بدل الفايل ده أضيف لينك يعني يو ار ال معين مثلا على بلوج معينة أو على صفحة معينة، ممكن أضيف external tool يعني زي أداة خارجية أو حاجة خارجية أو تطبيق خارجي ممكن أحطه، ممكن add discussion اللي هو الجزء الخاص بالمحادثات أو المناقشات، فاكرين لما كنا بنتكلم عن المناقشات والتواصل ما بين المعلم وبين المتعلمين، إزاي أنا ممكن هنا من خلال materials كمان أأد بيج يعني أضيف صفحة، إزاي ممكن أضيف ميديا ألبوم أو ألبوم خاص بالميديا بتاعتي سواء كان أصوات أو سواء كانت صور أو فيديوهات أو هكذا. إزاي أنا ممكن أعمل إمبورت للريسورسز بتاعتي، أو يعني أعمل أشوف الريسورسز المختلفة اللي موجودة أو المصادر اللي ممكن أستخدمها وأعمل لها إمبورت، يعني آخد منها أو أجيب منها أو أستورد منها. الفايند ريسورسز لو أنا بدور على ريسورس معينة وبعدين هبتدي أضيفها. زي ما حضرتك شايفين كده انا في الكورس ده بالفعل انا كنت مصممها، هو هنا بيديني تقرير يعني الحاجات اللي موجوده عندي في الكورس الماتيريالز اللي انا بالفعل قمت اضفتها. فهنا هلاقي في عندي اساينمنت كنت عامله تقريبا حوالي 7 ايتم، وعندي تيست او كويزز، وعندي فايل او لينك كنت عامله حوالي 9 ايتم، وعندي ديسكشنز، وعندي البومز، وعندي فيديو. حاولت حضراتكم بسرعه كده اللي هو الجزء الخاص بالاساينمنت. طبعا ده الجزء الخاص بالاساينمنت بتاعي، وده بيوضح لي الانشطه اللي انا عملتها، يعني مثلا ده النشاط الاول، ده النشاط الثاني، ده النشاط الثالث، ده النشاط الرابع. فدي انا كنت بضيف نشاط على كل محاضره من الايه من المحاضره، تمام. وطبعا في امكانيه ان انا اعمل اد للاساينمنت دي لو عايز اضيف حتى دلوقتي، ولو انا عايز اعمل ايه في نشاط معين اعمل تعديل في هذا النشاط. كمان في الجزء الخاص بالديسكشنز، هنبدأ في الديسكشنز اللي هي المحادثات. طبعا بيوضح لي كويس جدا انا ممكن اعمل المناقشات اللي كانت موجوده، زي انا ممكن اعمل اد ديسكشنز، وازاي انا ممكن من خلال الديسكشن دي ابتدي اتناقش مع الطلاب. خليني برضو اوريكم هنا الديسكشن بشكل عملي من خلال الجروبس اللي كانت موجوده. يعني حواليكم مثلا كان في الجروب
الظروف لو انا فتحت احد الجروبات او احد المجموعات اللي انا كنت عاملاها للطلاب، في مجموعه من الطلاب، فازاي انا كنت من خلال هذا الجروب بنبتدي نتكلم او نبتدي نتحدث دول الطلبات، ويبتدوا يبعتوا لي مشاهد مثلا على اليوتيوب، مشاهد لاشياء خاصه بماده الفيديو، وانا ابتدي ارد عليهم، وابتدوا هم كمان من خلال هذا الجروب يقدروا يتكلموا مع بعض.